إلى ثكنة عسكرية بكل ما للكلمة من معنى تحولت مدينة القدس. عدد رجال شرطة الاحتلال وحرس الحدود تخطى 3000 لحماية مئات من الصهاينة المشاركين فيما يسمى مسيرة الأعلام. بكل عتادهم وأسلحتهم انتشروا، أغلقوا مداخل البلدة القديمة وحاولوا إخلاء الساحة للمتظاهرين. لكن أبناء القدس خبروا عدوهم جيدا ويعلمون تماما كيف يتصدون لترسانته. لم يسلم من بطش اعتداءات الاحتلال لا مسن ولا امرأة ولا طفل أو شاب. بطشوا بالصحفيين كذلك وبمن حمل علم فلسطين. حاولوا انهم اعتدت علي المجنده وجابوا لي 4-5 ضباط وحاملين سلاح اطول منهم، وصارت تدفع فيي بسلاحها من وراء وترعبني وتدفعني عشان ادب على الدرج. اكثر من منطقه شهدت تصدي الفلسطينيين لهذا العدوان، ولا سيما شارع صلاح الدين في القدس. ولقوه الخياله التابعه للاحتلال نصيب من هذا التصدي، بالحجاره نجحوا في طردهم. بعدما أجلت 3 مرات بفعل المعادلة التي أرستها المقاومة، مسيرة المتطرفين وصلت إلى ساحة باب العمود. رقصوا وأدوا طقوسا وهتفوا ضد العرب وشتموا الرسول الأكرم، حتى أنهم أرسلوا تحياتهم إلى نتنياهو. بالتزامن كانت مستوطنات في القدس المحتلة تحترق، ولم يتوقف الرد على اعتداء الأعلام هذا على أسوار القدس. الرقعة امتدت والتحم الفلسطينيون لمواجهة العدوان. غزة ليست مكتوفة الأيدي، رسالة عاجلة للاحتلال الذي يرهقه إخماد حرائق البالونات وتصدي للفعل الشعبي المتصاعد في مواجهة الإرهاب.